كذا مسير شبينا ما نسمعوش برشا في ليزاني بونور غنيت وتويل كريم الغربي غنيت وتويل كريم الغربي غني القصايد سي 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 كريم بن عمر هيفا بن عمر هيفا بن يوسف احمد الغربي ما شاء الله بعدين في الديوان ما مرحبا بك العيله كبرت مهدي بن عمر ما يقربلكش مهدي بن عمر لا مهدي ولا هيفا السيد رئيس التحرير هيفا بن عمر بتقرب لك هيفا بن عمر سيدة ونبيل بن عمر سيدة ونبيل بن عمر اجتمعت حيث لي صديق رغم أن المرجع رغم أن المصدر الأنتروبولوجي متاع بن عمر هي صفاقس من أي صحيح ما نكونش تلقى بن عمر في بلاصه اخرى صحيح أيوة. مثلا تنجم تلقى الشيباني في البصره ولا في العراق ولا في المنامه ولا في كذا اما بن عمر تلقى كيما باش أكد لك هذايا باش أكد لك هذايا اللي ولدي في كندا مشى عمل اناليز ادين وجابوا له المصدر نتاعو صفاقس بيان سور وقت اللي هو نعطها بون احنا خاطر انا بن عمر العرش نتاعنا متوي وانا كلي مولود في صفاقس فهمت اما الواحد نعطها بالادين شافوا اللي نعطى العرش متاعه ونعطى المصدر متاعنا هو صفاقس والانجذاب للمطاوة وللصفاقسيته والله باب سويقة باب جديد يا المطاوة عندكم على الأقلية فباكي باب جديد ولا باب سويقة باب جديد هو تحية للمطاوة الكل ولكن عندهم معناها تكتل المطاوة في تونس بشكل كبير عاملين جمعية رياضية عندهم أمبيلانس عندهم تكافل عندهم تجمع كذا وكذا تحية مرتي نشكرك بس مرتي نشكرك هاي لا لا نعرف معدن جزء مني أكد لك هذا وقت الويل توفى نعطها في الثمانينات وما كانش هو نعطها منخرط في الجمعية مشى عامي وكل ماركة جابوا تكفل كل شيء يعني حتى شيء قوي سوليداريتي كبيرة الله يرحمه توت سويت كريم بن عمر في ليزاني بونور تاع ماضي ساعتين سامح فتحت تقول لكم ربي يحفظكم في لمن